الامتنان والشكر وجزيل الشكر للدكتور محمد وللدكتورة شولا. الآن طلعت من العملية، أنا أتقدم بوافر وعظيم الامتنان والشكر وجزيل الشكر للدكتور محمد وللدكتورة شولا ولكافة القائمين على هذا المستشفى، للكادر كامل لحسن التعاون لحسن معاملتهم وتقديمهم وقدموني كافة المستلزمات الطبية والمستحضرات الطبية التعليمات الهامة بعد العملية، فأنا بشكركم جزيل الشكر. هاي طلعت من عملية فأنا عذران شوية، البنج مأثر علي، بس النتيجة كانت كثير مرضية وأنا مبسوط جدا جدا. Which is the best hair transplant center in Turkey?